السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد خوتي. عندي كليون بعث لي ميساج في الانستغرام، قال لي باعوا لي ايفون اكس على اساس انديه. قال لي كي طلعت له ميساجور كان طبلو كالي تليفون ودوموندي لي كونت ما نعرفوش، اي دوموندي له معلومات صاحب الاول للايفون. خوتي هذه نصيحه خوتي، الناس اللي ما تفرقش ما بين الاي كلود باي باس والام دي ام. خوتي الاي كلود باي باس ما عنده حتى علاقه بالام دي ام. خوتي بالنسبة للأم دي أم خوتي، هو سيكيريتي عاملة له شركة لحماية موظفيها أو حماية شركتها. أما بالنسبة لأي كلود باي باس خوتي، هو تخطي لشاشة الهلو سكرين الأكتيفيشن لوك، يعني يطلب عليك المعلومات لصاحب الأول للآيفون إذا ما تعرفهمش ما تفتحش التليفون. أما بالنسبة للأم دي أم تقدر تطلع له ميزاجور وشي ما تفرماتيش، يعني ما تفرماتيش برك في الأمدية. أما بالنسبة للآي كلود باي باس ما طلعش الميزاجور وما تفرماتيش، يعني لا تعمل فرمات أو عمل تحديث للآيفون. خاوتي إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش ديروا أبوني وتشاركوا الفيديو مع أصحابكم.